والمصريين مقر دائم ليها. أجمل صباح على أجمل بلاد الدنيا مصر. قبل أي حاجة أنا عايز أقول لحضراتكم بيت جميل: يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ودقت من ده وعجبي، لقيت الصبر مر وبرضه اليأس مر. النهاردة 21 أبريل ذكرى رحيل الرائع الجميل الكبير صلاح جاهين. صلاح جاهين واحد من ناس قليلة قدرت تفك شفرة قلوب المصريين وتأثرها بكلام بسيط بعيد عن كل الكلام المجعلص والأبيات التقيلة وكل القواعد الثابتة اللي كان الناس عرفتها قبل كده. كلام الناس تحبه وتفهمه قبل حتى ما تفكر فيه. بعد ما ألف 161 قصيدة شعرية، لكن بالتأكيد كانت قمة أعماله الرباعيات. رباعيات جاهين بدأ في كتابتها سنة 59، كان بينشرها بشكل أسبوعي في مجلة صباح الخير، نجح في أنه هو يجمعها بعد كده في ديوان مبيعات. أول طبعة منه تجاوزت 125,000 نسخة في أقل من أسبوع. دي طبعا نفس الرباعيات اللي بعد كده لحنها الملحن العظيم الراحل سيد مكاوي وغناها الفنان العظيم طبعا والجميل علي الحجار. الحقيقة صلاح جاهين يمكن يكون رحل من عالمنا، لكن موجود وهيفضل زيه زي كل العظماء اللي أعمالهم وكلماتهم لغاية النهاردة بتتكلم عن حالنا بلسان حال المصريين. صلاح جاهين ما كانش بس شاعر، صلاح جاهين كان حكاية، كان مبدع بكل التفاصيل في كل ما تحمله الكلمة من معاني في الكتابة والشعر والصحافة والكاريكاتير والسينما. صلاح جاهين مثل في فيلم سينما، صلاح جاهين كتب الأغاني، صلاح جاهين كتب الأفلام. مين يقدر ينسى أفلام كتبها صلاح جاهين زي خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، شفيقة ومتولي، المتوحشة، أوبريت الليلة الكبيرة. طبعا هو السينما ارتبط فيها بشكل كبير بملهمته وصديقته سعاد حسني السندريلا، الليلة الكبيرة واحد من أشهر أوبريتات العرايس في مصر وغيرها من الأعمال العظيمة اللي لغاية النهاردة باقية في أجيال ما عرفتش صلاح جاهين وما شافتوش.